طيب لما بتبص على يعني احنا دلوقتي احنا قدامنا دلوقتي مثلا مشاهد من الكيت كات، ومش عقلي مش قادر يستوعب ان ده ديكور. حضرتك عملت ده ازاي؟ فكرت ازاي في ده؟ الفكرة جت منين انه لا هيتعمل ديكور؟ الفكرة جت من السيناريو. احنا ما بنشتغلش بره السيناريو. السيناريو ده في حالة بتحصل فيه في مكان موجود في القاهرة اللي هو الكيت كات. سيناريو مكتوب عن الحي ده، والأحداث كلها كان لازم يتبني لها الحي ده، لأن في مشاهد ما تنفعش تتصور في الحي، وخصوصا ان كل الفيلم بيتصور في الحي العشوائي ده. دي بتبقى منتجه، بتبقى مشكله في الاساس، مشكله انتاجيه، ان يبقى في منتج مستعد يبني حي. احنا عندنا صناعه سينما بقالها 100 سنه، وبالتالي كل استوديو في حي من الاحياء دي، في حي اسلامي، في حي عشوائي، في حي فقير، في حي غني، يعني موجوده فيها الاحياء دي. لكن الاستاذ داوود كان عاوز الحي بتاع الفيلم، مش اللي موجود لا في الشارع ولا في الاستديوهات. يعني في مثلا حي اسلامي عبقري بنيه طبعا استاذنا ومعلمنا كلنا صلاح مرعي، بس ما هو ما ينفعش للموضوع بتاع الكتكات. وبعدين احنا رحنا زرنا الكتكات انا وداوود، وشفنا الناس عايشه ازاي. يعني انا فاكر ان قعدنا نروح ونرجع لمده 6 اشهر، نروح الكتكات ونرجع ونشوف نشوف الناس عايشه ازاي. فده حي خاص، بس مش خاص. يعني الكتكات موجود، انما المعروض على الشاشه ده حي خاص بفيلم الكتكات، مش بحي الكتكات. لو حد يعني تعب شويه وراح الكتكات هشوف كان مبني ازاي. ده موضوع تاني خالص. ده حي مبني للفيلم، للاحداث اللي بتحصل جوه الفيلم، للشجن اللي بين الاشخاص، للدفى اللي في العلاقات الدافيه اللي بين اللي بين اشخاص الفيلم. ده اللي خلانا نعمل الحي بالشكل ده، انه يعني تبقى العلاقات كلها علاقات حميميه. ما اعرفش يعني، ده اعتقد اللي قدرنا نعمله. كان في صعوبات طبعا ان نلاقي منتج، لان الفيلم ده كان بقاله 5 سنين بيدور على منتج عشان يوافق يعمل الحاره دي، بس الحمد لله حسين القلة منتج سينمائي واعي، فنان تقريبا، فعملنا الفيلم والحمد لله طلع الفيلم ونجح.